السنوريات وتعرف كذلك باسم الهريات أو القطيات باللاتينية فيلدا، هي فصيلة من الحيوانات الثديية التي تضم الكثير من الأنواع مثل الأسود والببر والنمور والفهود والقطط الأليفة والبرية وأنواع عديدة أخرى. تعتبر هذا الفصيلة إحدى الفصائل التسعة التي تشكل رتبة للواحم ودي ظهرة أو لألسنوريات أثناء عصر لأولي جوسين قبل حوالي 30 مليون سنة. يعيش في العالم حالياً 41 نوعاً معروفاً من الأسنوريات، والتي انحدرت جميعها من السافمة الشترك قبل حوالي 10.8 مليون سنة، وبنشأ هذا النوع السلفي في آسيا وانتشر عبر القارات من خلال عبوره الجسور الأرضية. تعتبر القطة الأليفة أو قطة المنزل أكثر السنوريات ألفة للإنسان، حيث ارتبطت معه قبل آلاف السنين، ويرجع أصلها إلى القطة البرية والتي ما زالت تعيش في أوروبا وإفريقيا وغاب القارة الآسيوية، بالرغم من أن تدمير موطنها الطبيعي بحد منانة الشارها، وما زال هناك جدل عالمي حول فصل للنوعين الأليف والبرية كنوعين من فصليين، ولكن أحد ثلاث تصنيفات العالمية يفرق بينهما من السنوريات الكبيرة المعروفة لأسد ولا ببر ولا نمر ولا يغور وأسد الجبل وألبوما والفهد، ومن السنوريات المتوسطة الحجم ولو الشقل أو روبية لآسيوي أم ريشات كاراكالا أو الوشق الصحراوي والوشق الإيبيري أو الإسباني والوشق الأحمر والوشق الكندي والبجر وقط السمك. ومن السنوريات الصغيرة المعروفة القط الأليف والقط البري والقط الصحراوي أو هر الرمال وقط الأدغال وقط بالأس والقط ذو الأقدام السوداء والقط الجبلي الصيني. كما تضم السنوريات مجموعة ذات الأسنان السفية المنقرضة، والتي تشمل القطط ذات الأسنان السفيت مثل السميلودون، وهي متبينة مع حيوانات مشابهة مثل ثيليكوس ميلوس أو نيمرافيدي. نمر الثلوج هو نوع ضخم من السنوريات يستوطن السلاسل الجبلية الممتدة عبر آسيا الوسطى والجنوبية. تصنف هذه الحيوانات من قبل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض بدرجة وسطى، بعد أن أظهرت بعض الأبحاث التي أجريت سنة 2003 ميلاديا أن عدد لجمهرة العالمية يتراوح بين 4080 و6590 سنور بالغ، منها أقل من 2500 فرد قادر على التكاثر والإنجاب في البرية. تقطن نمور الثلوج المناطق الجبلية وشبه الجبلية على ارتفاعات تتراوح بين 3000 و4500 بين 9814 و14800 قدم، وفي موطنها الشمالي يمكن العثور عليها على ارتفاعات أكثر انخفاضا. وفي المناطق حيث تقطن الارتفاعات الشاهقة تنحدر إلى الأماكن المنخفضة التي تتوفر الفرائس فيها، وتشمل هذه أنواع الماعز الجبلي كالمخور والطهر والقواعات والغزلان والأيائل وطيور التدرج والمواشي لمستأنسي كالماعز والقطس والبغال والحمر. وعلى نقيض أفراد فصيلتها التي تعيش في المناطق الاستوائية، فإن توالد هذا لنمور يتم في أوقات معينة من السنة، إذ تلد الأنثى في شهر نيسان أبريل من صغيرين إلى أربعة بعد حمل يستمر 93 يوما كما هي الحال في النمر. أطلق على هذه النمور تسمية علامة اقتباس أنتشي أنتشي، علامة اقتباس العلمية منذ عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، فكانت وفق هذا الممثلة الوحيدة لجنسها. وفي سنة 2008 ميلاديا اقترح بعض العلماء نقلها إلى جنس النمور باللاتينية بانثر، بناء على دراسات موارثية تنميطية اقترحت توحدها مع سائر أعضاء الجنس سالف الذكر. كذلك حدد العلماء نوعيتين منها، لكن أي اختلافات موروثية بينها لم تأكد بعد. الأسد حيوان من الثدييات من فصيلة السنوريات وأحد السنوريات الأربعة الكبيرة المنتمية لجنس النمور باللاتينية بانثر، وهو يعد ثاني أكبر السنوريات في العالم بعد الببر، حيث تفوق كتلة الذكور الكبيرة منها 250 كيلوغراما
550 رطلا تعيش معظم لأسود لابيريت المتبقية لا يوم في إفريقيا جنوب للصحراء الكبرى، ولا تزال جمهرة واحدة صغيرة مهددتي بالانقراض تعيش في آسيا بولاية غوجرات في الشمال غربي لهند، كان موطن الأسود الشسع جدا في السابق، حيث كانت تتواجد في الشمال إفريقيا، على الشرق الأوسط، وآسيا الغربية، حيث انقرضت منذ بضعة قرون فقط، وحتى بداية العصر الحديث، الهولوسين، منذ حوالي 10,000 سنة، كانت الأسود تعتبر أكثر ثدييات اليابسة الكبرى انتشاراً بعد الإنسان، حيث كانت توجد في معظم أنحاء إفريقيا، الكثير من أنحاء أوراسيا من أوروبا الغربية وصولاً إلى الهند، وفي الأمريكيتين، من يكون حتى البيرو، اختل في أمد حياة الأسود باختلاف جنسها، في الليبئات التي تعيش في مناطق محمية آمنة مثل منتزه كروغر لوطني باتصال لما بين 12 و 14 عاما، بحالة تخطي مخاطر ومشقات حياة الأشبل، بينما لتتخطى للذكور 8 سنوات من حياتها إلى فيما نظرا فإلى أن هناك وثائق تظهر أن بعض الليبئات عاشت حتى 22 عاما في ليبريت تسكن. الأسود السفانة والأراضي العشبية عادة، إلا أنها قد تتواجد في أراضي الأشجار القمئية والغابات في بعض الأحيان. تعتبر الأسود حيوانات اجتماعية بشكل كبير مقارنة بباقي أعضاء فصيلة السنوريات، وتسمى المجموعة العائلية للأسود علامة اقتباس زمرة علامة اقتباس باللغة العربية، وهي تتألف من إناث مرتبطة ببعضها عن طريق القرابة، أخوات، أمهات، خالات، جدات، عدد من الصغار، وبضعة ذكور بالغة. تصطاد مجموعة الإناث مع بعضها في الغالب، حيث تفترس إجمالاً الحافريات الكبرى، إلا أنها قد تلجأ للتقميم إن سنحت لها الفرصة. يعد الأسد مفترساً فوقياً أو رئيسياً، لا يفترسه أي كائن حي آخر، ونوعاً أساسياً أو عمادياً، من أنواع الحيوانات التي يرتكز وجود باقي الأنواع بتوازن على وجودها معها في نظام بيئي معين، على الرغم من أن الأسود لا تعتبر الإنسان طريدة طبيعية لها وغالباً ما تتجنبه، إلى أنه يعرف عن البعض منها أنه أصبح آكل للبشر في حالة محددة. تصنف لأسود على أنها من الأنواع لمهددة بالانقراض بدرجة دنيا، حيث ارتفعت حد ترجع أعددها من 30% إلى 50% في إفريقيا في العقدين الماضيين، ويعتبر أمل لجمهرات البقية خارج المحميات والمنتزهات القومية ضعيف للغاية عليا للرغم من أنا سبب التراجع هذا ليس مفهوما كثيرا، إلا أن فقدان المسكن والنزاع مع البشر يعتبران أكثر الأسباب إثارة للقلق. كان يحتفظ بالأسود في معارض الوحوش منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، كما كانت ابتداء من أواخر القرن 18، ولا تزال من الأنواع الرئيسية التي يسعى الناس إلى عرضها في حدائق الحيوان عبر العالم. تتعاون الكثير من حدائق الحيوانات حول العالم حاليا لكثرة الأسود الأسيوية لمهددة بالانقراض عبر إخضاعها لبرنامجة زوج مكث، إمكن تمييز ذكر الأسد عن الأنثى بسهولة فئقة عن طريق للنظر، فلا أولي متلك لبدة شعر حول العنق، بينما لا لبدة لا لبئة. يعتبر رأس الأسد لذكر أحد أكثر للرموز الحيوانية انتشارا في الحضارة الإنسانية، حيث ظهر في العديد من المؤلفات الأدبية، المنحوتات، الرسومات، الأعلام، وفي الأدب والأفلام المعاصرة، وفي بعض الأحيان تستخدم صورة الذكر حتى ولو كان المراد بالأصل إظهار الأنثى، لأن لبدة الذكر المميزة تفرق بين هذا النوع من السنوريات وغيره من الكبيرة منها، إلا أنه تم إظهار للبؤة أيضاً وصفها في أوائل الكتابة والرسومات البشرية، حيث اعتبرت أنها بسالة للصيد بحد ذاتها، صورت في أحيان على أنها أمام حاربة جمعت بين صفة الحنان على أشبلها ولمقدرة على الإطاحة بعدو فوقها حجمة. تقوم للبيئات بمعظم للصيد للزمرة، حيث تتعاون مع بعضها بأسلوب دقيق معقد للإمساك بفريستها تطور كل لبؤة مهارات صيد محددة لتلعب بها دورها المعين بتقنية الصيد التي تلجأ إليها زمرتها، وعادة ما تلعب الدور نفسه خلال معظم عمليات الصيد. برز وصف اللبؤات وهي تصطاد في مجموعة واحدة منذ آلاف السنين،
حيث يرجع أقدم هذه الأوصاف إلى رسومات ومنحوتات عثر عليها في كهف لس وشوفيه في فرنسا، والتي عود تاريخه لأواخر العصر الحجري. وقد لاحظ البشر اللاحقين هذه العادات والصفات في اللبؤات صورة حضاراتهم التي وجدت في نفس المناطق التي قطنتها الأسود أكثر آلهتهم الحربية شراسة، بالإضافة لمحاربيهم على صورة اللبؤة، حيث كانوا يلقبون حكامهم الذكور علامة اقتباس باسم اللبؤة علامة اقتباس. ومن الأمثلة المستمدة من أقدم التسجيلات المكتوبة الآلهة المصرية سخمت بأخت تفنوت ومسخنة، وقد عبد النوبيين القدماء عبادة ماك الرجل برأس أو وجه الأسد، ويحتمل بأنه كان هناك آلهة مماثلة لها جميعها في ليبيا. وتعد بعض الآلهة المصرية الأخرى معقدة للغاية، حيث تتخذ مظاهر متنوعة كامرأة برأس لبؤة أو لبؤة تتخذ أوضاع معينة. توصف العديد من السنوريات الكبيرة التي تظهر في المنحوتات والرسومات القديمة على أنها نمور، إلا أنه عند التدقيق في تلك الصور يظهر أنها لبوات بحال كانت تمتلك خصلة من الشعر على ذيلها، فهذه الخصلة مميز للأسود منابين السنوريات الكبرى جميعها. وعندنا يمتلك للسنورة في الصورة هذها لخصلة، وليمتلك لبدة في إن هذا يدل على أنها لبؤة بالتأكيد عليها، للرغم مما يقول به لمحللين لمعاصرين، كما أنا وجود رقط علي جسد تلك السنوريات في للرسوم ليكد أنها نمور، إذ أنا الأشبل تمتلك رقط ورديت للشكل أيضا. لذلك فإنه عند محاولة تحديد النوع السنور الممثل في الصور أو المنحوتات يجب دوما التأكد من الذيل، فإن كان هناك خصلة شعر على آخره ولم يمتلك الحيوان اللبدة نكون بصدد لبؤة، وإن لم توجد هذه الخصلة فإنه يكون نمرا. في العربية لأسد واجمعها أسود وأسد وأسد وأساد والأنثى أسدت، ويقال لبؤة ولدو. وللأسد العديد من الأسماء في اللغة العربية، قال ابن خلوي للأسد 500 اسم وصفة شرطة، وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر اللغوي 130 اسما، فمن أشهرها أسامة والبهس والنآج والجخدب والحارث وحيدرة والدوس والرائبل وزفر واسبع والصعب والضرغام والضيغم والطيافر والعنبس والغضنفر والفرافصة والقصورة وكهمس والليث ولمت أنس ولمتهيب ولهرمس والورد ولهزبر. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسم، ومن كنه أبو الأبطال وأبو حمص وأبو الأفياف وأبو الزعفران وأبو شبل وأبو العباس وأبو الحارث، ويأتي اسم أسبع من يلسبع الذي يعني صاحب القوة. يشتق اسم الأسد في معظم اللغات الأوروبية من اسمه اللاتيني يو ليو وليون شرطة الإغريقي، ويحتمل أيضا أن يكون لأسماء الأسد الأوروبية جذور شرقية من كلمة لأفي العبريت رو المصرية القديمة. كان الأسد أحد أنواع السنوريات العديدة التي أعطاها عالم الحيوان السويدي كارولوس لينيوس اسم الجنس فيلس في بادئ الأمر، فيلس ليو في مؤلفه من القرن الثامن عشر النظام البيئي باللاتينية سيستم نوتوري، قبل أن تصنف بدقة أكثر وتعطى اسم جنس النمور دانثر أنثيرا. هيفترض بأن اسم الجنس الحالي للأسد يشتق من اليونانية بان بان بمعنى جميع وثير ذر بمعنى وحش، إلا أن هذا قد لا يكون سوى اعتقاد سائد لدى العامة وليس له أي برهان قاطع. والاحتمال الأقوى لأصل كلمة بانثر هو أنها ذات جذور شرق آسيوية بمعنى الحيوان المصفر أو الضارب إلى الصفار. السلالة الأمريكية بي إل ذاتوكس تعرف بالأسد الأمريكي أو أسد الكهوف الأمريكي. كانت هذه الحيوانات وافرة العدد في الأماركيتين من ألاسكا وصولا إلى البيرو في العصر الحديث الأقرب إلى أن انقرضت منذ حوالي 10,000 سنة. تعتبر هذه الأسود كما أسود الكهوف الأوروبية أنواعا مستقلة في بعض الأحيان،
إلا أن دراسات المورثات القديمة أظهرت مؤخراً أنها سلالات للأسد. تعتبر السلالة الأمريكية إحدى أكبر سلالات الأسد التي وجدت يوماً، حيث يقدر أن طول جسدها تراوح بين 1.6 و2.5 أمتار، من 5 إلى 8 أقدام. السلالة الأحفورية بي إل فوسيلز تعرف بالأسد الأحفوري أو أسد الكهوف الأوروبية لمنتصف أوائل العصر الحديث الأقرب. ازدهرت هذه الأسود منذ حوالي 500 ألف سنة، وقد تم العثور على مستحثاتها في ألمانيا وإيطاليا. سلالة الكهوف بي إل سبلي تعرف بأسد الكهوف، أسد الكهوف الأوروبي، أسد الكهوف الأوراسي، أو أسد الكهوف الأوروبي لأواخر العصر الحديث الأقرب. وجدت في أوراسيا في الفترة الممتدة بين 300 ألف وعشر ألف سنة. شكل هذه الحيوانات معروفة بسبب رسومات الكهوف التي تعود للعصر الحجري القديم، بالإضافة المنحوتات لعاجية ولفخاريت التي تظهر أنه كان لها آذان ناتئة، ذيولة تهي بخصل شعر، خطوط جسدية بهتة شبيهة بخطوط لبيبر. على الأرجح كما برز لبعض الذكور على الأقل لبدة بدائية خفيفة حول أعناقها. يظهر الرسم المقابل عملية صيد لهذه الأسود، ولذلك فإن تلك المصورة لعلها لبؤات تصطاد لزمرتها باستخدام الأساليب نفسها التي تستخدمها أقرباؤها المعاصرة. وليس هناك من ذكور في الرسم على الأكثر. سلالة شرق سيبيريا بي إل فرش الجني تعرف بأسد شرق سيبيريا أو أسد كهوف برانجيا، كانت توجد في يقوتيا روسيا ويوكيونا في كندا. أظهرت للتحليلات التي أجريت على جمجمة هذه الأسود وأفكاكها الأسفليت أنها أكبر من أسود الكهوف الأوروبية وأصغر من الأمريكية بشكل واضح، من حيث نسب القياس. سلالات مشكوك بأمرها عدل. السلالة السيلانية بي إل سنهليس تعرف بالأسد السريلانكي أو الأسد السيلاني، تبدو بأنها انقرضت منذ حوالي 39 ألف سنة. تعرف عن طريق سنين فقط تم العثور عليهما في موقع بالقرب من بلدة كوروية، وبناء على تحليلهما أعلن مكتشفهما الدكتور باولو ديرانيا غالا هذه السلالة عام 1939. السلالة الأوروبية بي إل يوروبي تعرف بالأسد الأوروبي، وهي على الأرجح نفسها للسلالة الآسيوية بانثريليو برسيك أو سلالة الكهوف بانثريليوس بلي. لذا في إن وضعها كسلالة مستقلة لا يزال الغير ما أكد. انقرضت لأسود الأوروبية قرابة لعام 100 مترا بسبب وضطهادها من قبل لبشر وسغللها لمكث في معارض الوحوش وحلبات المصارعة والألعاب. قطنت هذه السلالة البلقان شبه الجزيرة الإيطالية جنوب فرنسا، وشبه الجزيرة الأيبيرية، كانت إحدى الطرائد المفضلة للرومان الإغريق والمقدونين. سلالة يون بي إل يانري تعرف بأسد كهوف شمال شرق الصين للعصر الحديث الأقرب. ازدهرت منذ حوالي 350 ألف سنة. إن علاقة هذه الحيوانات بسلالات الأسد المعاصرة لا تزال مبهمة، لذا يحتم لأنها تشكل نوع ما استقل بذاته حمل الاسم العلمي بانثريانبي. السلالة المرققة بي إل ماكيلتس تعرف بلامرازي أو الأسد المرقق. يعتقد أن هذه الحيوانات تشكل سلالة للأسد، ولكن يحتم بأنها كانت بضاعة سود احتفظت بفراء صغرها لمرقط بدلا من فقدانه بشكل طبيعي. وإن كانت المازوري سلالة حقيقية وليست بأفراد مختلفة اللون فقط، فقد انقرضت منذ عام 1931. ومن الاحتمالات الأخرى لتحديد ماهية هذه الحيوانات أنها هجينة طبيعية بين أسد ونمر، والذي يعرف باسم الأسد النمري. Thank you.